دولي. احنا من ال 14 دوله المؤسسين للعبه الكره الطايره في العالم، فالحمد لله بنفهم. ده كان سنه كام ده؟ 1947. مصر من دول اللي اسست اتحاد الكره الطايره في العالم؟ من بالظبط. انا بشكر حضرتك عشان احنا واللعيبه ما كناش نعرف المعلومه المهمه دي. احنا اللي اسسنا الاتحاد الدولي وعندنا رؤساء في الله يرحمه. طب معلش ما بتقولهمش المعلومات الحلوه دي ليه؟ لا ازاي بقى، ده احنا بندرسها. انا خريج تربيه رياضيه وبدرس الكلام دوت. الاستاذ نصر سليم كان. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني اللي في تجاره ما اخدهاش، اللي في هندسه ما اخدهاش، اللي في ثانوي ما اخدهاش، في عندنا واحد تربيه رياضيه اخدتها بقى في الكليه دي؟ انا هطلب طلب من كل اللي موجودين، ممكن يبقى تعليق او